كنت بالكلية، ركضوا علي أصدقائي قالوا لي صرت في بغداد. صدام بعده لو مو بعده نهائيا ما راح نعيش حياة طبيعية. قدامي أتمنى إنه ما يحتلون بغداد. كل كانوا يقولون هاي الصور وين راح تروح، التماثيل وين راح تروح. 2003 مفصل رئيسي بحياة كل امرأة عراقية. لحد 2003 أنا 13 سنة. فتحتي رجلي ما عانتني أوقف، طلعت طلقتي يمي وتهديد بشع جدا. أخذها وراح، وفعلا أخذها وراح، سلمها العصابة ما أعرف بها وين وإذا ترجع، لأنه ملايين الأمهات العراقيات ما رجعوا أطفالهم يعني من الخطف. قلتها زين أميرة إيش راح نقول للدني؟ وصلت للمرحلة إنه ألزم رجال غريب وتوسل بي، أقول له عليك الله. من 2003 لحد 2013 10 سنوات حياتي كاملة. أنا واحدة من آلاف النساء اللي شافت قدام عينها زوجها انقتل. يا بابا أقول بلد بيها شابات يخضنون بهالشكل تتوقف الحياة بها أبداً. 10 سنوات من حياتي من 2003 إلى 2013 أحس إنه أكو أمل، هذا اللي أريد أشوفه وأني أمشي يومية ويبتزوني بالشارع.